تأمل في قصة محمد صلى الله عليه وسلم، قصة أمل عجيبة، يحفر الخندق، أصحابه جوع وخوف وبرد، كفار مكة خلف الحفر أي الخندق، المنافقين داخل أسوار المدينة، ومع ذلك كله كان الحبيب معهم بالمعول في ذاك الخندق، يضرب بمعوله صخرة عجز الصحابة عن تكسيرها، فمع شرر ذاك المعول يكبر عليه الصلاة والسلام الله أكبر، فتحت الشام، ثم يقسم وصدق بأبيه وأمي إني أرى قصورها الحمر من مكان هذا، فيضرب بعد ذلك صخرة، نفس الصخرة، ثم يكبر الله أكبر إني لأبصر المدائن وإني لأبصر قصرها الأبيض من مكان هذا، الله أكبر، يكبر على تكبير الحبيب صلى الله عليه وسلم، ثم يضرب بعد ذلك فيقسم بأبيه وأمي بعد التكبير فيقول والله إني لأبصر أبواب صنعاء من مكان هذا، خوف وجوع وبرد، ويبشرهم أن هذا الدين لن يبلغ حدود المدينة فقط ولا مكة فقط، ليست البشارة لأهل الخندق أن غزوة الخندق سينتصرون فيها مع أنهم انتصروا، إنه يريد أن يبشرهم أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار، أي أمل يجعل أولئك الذين يحفرون الخندق يضيء في قلوبهم أملا جديدا أن هذا الدين سيبلغ ما بلغ الليل والنهار بعز عزيز وبذل ذليل.